النهارده موضوع المحاضره هو الفلسفه واللغه. السلسله كلها كنا بناخد الفلسفه ومجال تاني من المجالات العلميه او المعرفيه، وبنشوف علاقه الفلسفه بالمجال ده وازاي اتاثروا ببعض. النهارده معانا حسين براده ومحمد سامي. حسين بيخلص الماجستير بتاعه في الفلسفه، محمد خلص الماجستير في الجامعه الامريكيه ماجستير فلسفه، ودلوقتي بيعمل دراسات اعلى في اوكسفورد. قبل ما ابدا احب اعمل توضيح لمفهوم اللغه. لما نقول فلسفه اللغه، الواحد بيحب لما بيبدا فلسفه في اي موضوع فلسفي بيحب ان هو يحاول يشيل انحيازات موجوده عنده عشان يعرف يفهم احنا بنتكلم عن ايه. اول حاجه هنتكلم على توضيح مفهوم اللغه لما نقول فلسفه اللغه. فهل مثلا مقصود بفلسفه اللغه زي مثلا فلسفه اللغه العربيه بمقارنة بفلسفة اللغة الألمانية أو فلسفة اللغة الصينية؟ لا، ده مش المقصد هنا. مفهوم اللغة هنا أوسع من لغة بحد ذاتها، وبرضو في دايما بيكون في انحياز للغة اللي احنا جايين منها، من الثقافة اللي احنا جايين منها، ودي عموما بيكون لها دعوة بأن اللغة نفسها مرتبطة بمفهوم قدس اللغة، أن اللغة بتكون مثلا مرتبطة بدين معين. فمثلا في الهند اللغة السنسكريتية مرتبطة بالكتاب الباجافات فيتا، فبالنسبة لهم مثلا لغة السنسكريت لغة مقدسة، أو مثلا ممكن اللغة العبرية تعتبر لغة مقدسة أو اللغة العربية. فبرضو مفهوم اللغة هنا بنحاول نشيل انحياز إن في لغة أفضل من لغة تانية. فإحنا دلوقتي هنتكلم عن اللغة بشكل عام، اللغة ايا كانت هي لغة ايه. برضو نوسع المفهوم اللغة هنا ونقول انها برضو ما نتكلمش على لغة معينة زي لغة ادبية مثلا، لغة مكتوبة، ممكن تكون رياضيات تعتبر لغة برضو. فبرضو بنحاول نوسع هنا المعنى. انا اخترت فيلسوف اسمه تشارلز تايلر. هو فيلسوف كندي ولد في سنة 1930، وهو شغال في مجال، هو لسه عايش، وأشهر أعماله كان كتاب مترجم للغة العربية اسمه Secular Age. بس أنا هتكلم على كتاب تاني اسمه Human Agency and Language. في جزء منه في الكتاب بيتكلم عن فلسفة اللغة، وهي مقالة اسمها Theories of Meaning. الكتاب ده كتب سنة 1985، وده بالنسبة للفلسفة يعني كانه كتب النهاردة الصبح. سبب اختيار الكتاب ده ان هو او المقالة دي بالذات ان انا بشوف انها مدخل كويس جدا لفلسفة اللغة، علشان بتضم مدرستين مشهورين في الفلسفة، اللي هي المدرسة الفلسفة التحليلية والفلسفة القارية. تشارلز تايلر كندي، فهو موجود في القارة قارة امريكا، وده دايما بيعتبره تبع الفلسفة التحليلية هما وإنجلترا. وبس هو بيخاطب ناس لهم مفهوم معين أو في مفهوم سائد للغة، فهو بيخاطبهم وبيحاول يوسع المفهوم ده إنه بيبتدي يطرح أفكار تانية ليها دعوة بفلسفة الفلسفة القارية. المفهوم السائد بقى في الغرب أو في الفلسفة التحليلية هو إن اللغة كلغة تمثيلية. اللغة التمثيلية دي تعتبر ممكن اضرب امثله عشان نسهل الموضوع، يعني مثلا لغه البرمجيات مثلا، اي لغه بيتكتب بيها برامج دي تعتبر لغه تمثيليه، تمام. ممكن مثلا اللغه العلميه اللي هو مثلا تجريد المعنى لمثلا let the chair be a مثلا، فاحنا نبتدي نجرد المعنى لرموز معينه، نبني عليها هيكله معينه، ونقدر مثلا نبني برنامج او نقدر نبني لغة صناعية، تمام. أصول بقى المفهوم ده أو أصول فهم اللغة كلغة تمثيلية ممكن بيرجع لأعمال أرسطو أصلا، وبيرجع في الأغلبية لمفهوم اللغة كمنطق. في لغة تانية بقى أو مفهوم لغة تانية اللي هو لغة تأثيرية، تمام. اللغة التأثيرية دي ليها دعوة مرتبطة شوية ب أديكم مثال مثلا، احنا مثلا هنا مثلا لما نقول سرطان ما بنقولش سرطان، نقول مثلا مرض خبيث، تمام. ليه احنا بنقول كده؟ عشان مقتنعين مثلا ان احنا لو قلنا الكلمة ممكن انها
يكون لها تجسيد مثلا. تمام، وده مربوط برضو مفهوم اللغة، ده مختلف خالص عن مفهوم اللغة كلغة تمثيلية. ده له دعوة أعتقد شوية بارتباط اللغة بالدين. فده تشارلز تايلر بيحاول يقول ان ده مفهوم موجود للغة لشعوب تانية. فبيحاول يقسم مثلا الشعوب، في شعوب بتفهم اللغة كلغة تمثيلية، وفي شعوب بتفهم اللغة أكثر كلغة تأثيرية. مفهوم تاني برضو للغة ان اللغة لغة تعبيرية. ده معناه ايه؟ معناه ممكن مثلا النهاردة احنا نطلع برا والجو برد جدا، واروح قايل مثلا لمحمد الجو برد جدا، هو عارف ان الجو برد وانا عارف ان الجو برد، فانا ما قلتلوش اي معلومة، يعني انا ما وصلوش اي معلومة، انا بعبر عن حاجة وهو بيفهمها، ودي بتخلق حاجة اسمها المجال العام، يعني بتخلق حاجة ما بيننا بس ما فيهاش اي معلومات. ودي برضو تختلف كتير جدا من اللغة التمثيلية. اللغة التمثيلية لازم تنقل معلومة، زي اللغة العلمية مثلا، او مثلا يعني مثلا نتكلم الدكتور مثلا المفروض يقولك المرض ايه بالظبط، موجود فين، واسبابه ايه، عشان نعرف بعديها نبني عليه ونعمل تحاليل او نوصل هنعمل كده او مش هنعمل كده. فده مفهوم اللغة كلغة تعبيرية، اللي هو مش نقل معلومة. في حاجة تانية برضو، اللغة التعبيرية انا بكون جزء من اللغة دي. دي حاجة برضو لازم نفهمها شوية. يعني انا لما بقول محمد مثلا الجو برضو هو بيفهمني، احنا مع بعض بنشترك في حاجة، واحنا في داخل اللغة غير اللغة التحليلية. اللغة التحليلية بتفترض ان في محلل منفصل بيبص على اللغة كده بطريقة موضوعية، ويبتدي يقول مثلا ده كرسي ده سقف، وهو بره اللغة نفسها، غير لما اقول محمد الجو برد. فدي حاجة برضو ممكن نفهمها، ودي ليها دعوة بمفهوم موضوعية العلوم. لغة تأسيسية. اللغة التأسيسية دي بتقول ان اللغة ممكن انا دلوقتي مثلا اكون بحاول اعبر عن شعور معين، وفي خلال تعبيري للشعور ده يتضح لي الشعور ده ايه. صح، دي بتحصل مثلا تكون بتكلم على حاجة بس مش عارف انت بتكلم على ايه، بس لما بتتكلم عنها ممكن توضح بالطريق باستخدام مصطلحات. مثال ممكن يوضح الموضوع ده هو عكسه. يعني مثلا نفترض ان انا عندي مفهوم لكلمة في لغة معينة، حلو، وبحاول ان انا ترجم الكلمة دي للغة تانية. انا فاهم الكلمة دي معناها ايه، بس انا مش لاقي المعنى في اللغة التانية. تمام، ده مش معناه لغة تأسيسية، عشان انا عندي اصلا مفهوم مسبق للكلمة دي في اللغة اللي انا بحاول الكلمة اللي انا عارفها بحاول ألاقي لها كلمة تانية. هو مش قصده كده، هو قصده إنه ممكن نبتدي مثلا لو أنا هطلع بكلمة جديدة في لغة. تمام، مش اللغات بتتطور وبيظهر كلمات جديدة، مصطلحات جديدة. صح، المصطلحات الجديدة دي ممكن تكون إطار جديد أو هيكلة مصطلحات. هيكلة المصطلحات دي ممكن تؤدي لتأسيس، مش هقول تأسيس الواقع، بس تأسيس مفهومنا عن الواقع، ممكن تغير تأسيس مفهومنا عن الواقع. ففي حاجة في اللغة انها يعني مش عارف كلمة تأسيسية، ممكن واحد يستخدم كلمات انشائية، بس انشائية لها دلالات في انشاء، يعني واحد بيكون حاجة لما بيتكلم. تمام، جانب تاني للغة هو اللغة المعيارية، ودي لها دعوة بالإنسان والأخلاق. تمام، تعالوا ندي مثلا مثال. نفترض ان في كلب مثلا في الأوضة، والكلب ده طيب جدا مثلا، هل هو الكلب عارف ان هو طيب، او ممكن نقول ان الكلب عنده أخلاق مثلا؟ لا، ما نقدرش نقول ان الكلب عنده أخلاق. ليه؟ عشان هو ما عندوش معيار. احنا الاخلاق دي بتيجي ان احنا بنحدد معيار معين كبني ادمين، بنحدده في اللغة، بنقول مثلا
معيار معين مثلا في الكذب مثلا، او ممكن نقول مبدا اخلاقي مثلا، فاهم؟ ما تعملش حاجه لحد تاني مش عايزه تعمل نفسك مثلا، ده مبدا، وتبتدي تقيس عليه مثلا، هل انا عملت فعلا حاجه للشخص الاخر ما احبهاش لنفسي؟ طبعا عملتها قد ايه؟ هل عملتها بدرجه كبيره؟ فبتدي ممكن احس مثلا بالم او احس ان انا مقصر، بس انا عمري ما هجي احاسيس الاخلاقيه دي غير ما يكون في معياريه، والمعياريه دي اللغه بتاسسها، او احنا بنأسسها من خلال اللغه. فالانسان كحيوان اخلاقي هيكون حيوان اخلاقي فقط من خلال اللغه، ان اللغه بتاسس معايير، ومن خلال المعايير احنا بنقدر نقول احنا اقرب او ابعد من المعايير دي. وتاسيس المعايير دي حاجه برضو كان نيتشه اتكلم عليها، ان ممكن واحد يبتدي ياسس معايير جديده اصلا في الاخلاق، فيبتدي يحصل زي اعاده بناء المنظومه الاخلاقيه على اساس اللغه وعلى اساس انشاء معايير جديده. طب احب برضو ان انا الخص اللي انا قلته سريعا. فانا بدات ان انا بتكلم على مقاله تشارلز تايلر، وهو بيتكلم على فلسفتين اللي هي الفلسفه القاريه والفلسفه التحليليه. الفلسفه التحليليه اللي هي تمثل امريكا الشماليه وانجلترا، هي فلسفه ممكن نختصرها في، هي اول حاجه اللي هي اللغه كلغه تمثيليه. هما بالنسبه لهم مفهوم اللغه اهم حاجه، ان اللغه دي بتمثل حاجه ونقدر نستفيد منها في العلوم ونقدر نبني عليها، غير كده يبقى احنا ممكن نكون ايه، بنتكلم في حاجات مش هتادي لتطور المنظومه العلميه، والمنظومه العلميه هي اهم منظومه حاليا في بالنسبه للبلاد اللي انا قلت عليها. ولو تحبوا تقروا اكتر في المدرسه التحليليه دي، اللي ممثلها هو بيرتن تراسل، واحد اسمه فريج برضو، وكواين، وواحد اسمه فيتكنستاين. فيتكنستاين ده اللي هو كان صورته في المحاضرة اللي احنا وريناها، وفيتكنستاين ده يعتبر برضو حلقة وصل، هو برضو موجود في المدرسة التانية، المدرسة القارية. المدرسة القارية دي تشارلز تايلر بيقول انها بيمثلها في ثلاث اشخاص بيسميها تريبل اتش او اتش اتش اتش، اللي هي هيردر، هومبولت، وهامان، وما يليهم بعديهم واحد اسمه هايدجر، وفيتكنستاين يعتبر ما بين بنين، كتب كتابين، هو كتاب يعتبر من الفلسفة التحليلية، كتابه الأولاني، والكتاب الثاني بيميل للفلسفة القارية. فبس أنا حبيت أدلكوا كده يعني فكرة سريعة عن الخريطة بتاعة علوم فلسفة اللغة، وأرجو أنها تكون مقدمة كويسة. شكراً.